هاي بنات، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده هنتكلم على حاجات انا ندمت ان ما عملتهاش بدري في سن صغير في اول العشرينات، وبما ان it's never too late بدات الحاجات دي في اخر العشرينات في بدايه الثلاثينات. اللي ما يعرفنيش انا شيماء، ولو اول مره تتابعوني يا ريت تعملوا اشتراك بالقناه. ايه الحاجات اللي انا ندمت عليها ان ما بداتش اعملها في اول العشرينات وبدات اعملها في اول الثلاثينات؟ اول حاجه ندمت اني ما عملتهاش في سن بدري، وهي الاستقلال بنفسي. بدات اعيش لوحدي. انا عارفه ان المجتمع الشرقي مش بيشجع البنت على الاستقلال بنفسها، خاصه لو هي لسه مش متجوزه، لازم تتجوزي وبعد كده تنقلي من بيت اهلك لبيت جوزك وهلم جره، ودايما بيعلقوا كل احلامك وكل حاجه نفسك فيها في الحياه لغايه ما تقابلي زوجك، وهو اللي يفسحك وهو اللي يفسفرك وهو اللي يجيب لك الشقه والعفش والفستان الابيض والكلام ده كله. بصراحه انا ما استنيتش لغايه ما اتجوز، انا بدات اخد الاكشن من قبل كده. اول ما استقليت بنفسي حطيت لنفسي خطه. كنت عملت لكم فيديو عن الاستقلال بنفسي في ظل المجتمع الشرقي، هحط لكم اللينك الفيديو في الديسكريبشن بوكس. الفيديو ده هيفيدكم جدا يا بنات، فاتمنى بعد ما تخلصوا الفيديو ده تشوفوا فيديو الاستقلال بالنفس. لما استقلت بنفسي حطيت لنفسي خطه، وبصراحه من بعدها طلعت بسرعه الصاروخ. كل حاجه كنت نفسي فيها، كل حاجه عايزه احققها كنت بحققها، وكنت بنجح ووصلت لمرتبه كبيره جدا انا ما كنتش اتخيل ان انا هوصل لها. لما استقلت بنفسي بدات اكل صحي، بدات العب رياضه، بدات اصحى بدري، بدات اكل اطبخ لنفسي، قللت الاكل بره، قللت شوبينج، بقيت مركزه على نفسي 100%. بقيت بحب نفسي، بقيت كل يوم الصبح كده اقول ها يا نفسي عايزه ايه النهارده، ايه جدول النهارده، وامشي على الجدول. ولما بيبقى عندك روتين صحي، روتين قوي فعلا بيوصلك للقمه، هتوصلي في يوم ما. بس فكره لما بتستقلي بنفسك دي بالنسبه لي شجعتني كتير، لاني خاصه ان انا كنت عايشه في بيت ما كنتش مرتاحه مع اهلي خالص، يعني احنا عقليتنا كانت مختلفه تماما. انا بحب السفر والنجاح واتقابل مع ناس واروح الجيم، انا عندي العقليه شويه كانت منغلقه، فما كنتش عندي الحريه ان اخرج واسافر واتقابل مع ناس واتعرف على ناس، فكان المجتمع او البيئه اللي انا عايشه فيها كانت منغلقه جدا. فاول ما استقلت بنفسي بدات انفتح، بدات اتعرف على ناس، الناس دي بقوا بكتسب منهم خبره، بقيت بتعلم منهم حاجات كتير جدا. تاني حاجه ندمت عليها ان ما عملتهاش في سن بدري، ان ما لعبتش رياضه، ان ما كنتش محترفه في رياضه معينه. انا شايفه ان انت تبقي محترفه برياضه من سن صغير لغايه ما تكبري، لان ممكن بعد ما تكبري ما تشتغليش بشهادتك، ممكن تشتغلي بالرياضه دي، ممكن تبقي مدربه. الرياضه هتشجعك ان انت تحققي اهدافك. يعني ايه؟ الرياضه بتخلي ثقتك في نفسك مليون المية، بتعلي الثقة فوق السقف. شوفي اي حد رياضي هتلاقيه ناجح، شوفي اي حد ناجح هتلاقيه رياضي بيلعب رياضة. الرياضة دي حاجة ملي في السكيدول بتاعه، في الجدول بتاعه، سواء الصبح او بالليل لازم يعملها. لو انت مش بتحب الجيم العبي يوجا. انا درست يوجا لما كنت بسافر. انا لما بسافر بحب ان انا اتعلم حاجة جديدة في كل مكان انا بروح، فدرست يوجا 500 ساعة، منهم 200 ساعة في البيت ذات نفسه بتاع اليوجا، و300 ساعة اونلاين وانا بسافر، عشان وانا بسافر اتثقف اقرا. خلي ده شغال طول ما عقلك شغال، هتفضلي صغيره في السن. حتى لو انت كبيره عندك 30 سنه، عندك 40، عندك 50، بس عقلك طول ما انت بتشغليه، طول ما انت بتكتسبي مهارات، عقلك هيفضل شغال بقوه، فيبينك ان انت صغيره في السن بس عندك اكسبيرينس، عندك خبره، عندك ثقه بالنفس. العبي اي نوع من الرياضه. لو مش بتحبي الجيم افتحي اليوتيوب واتفرجي على اي 20 دقيقه كل يوم رياضه. خلاص مش عندك وقت، روحي الشغل وارجعي من الشغل ماشي، اعملي على الاقل 10,000 خطوه. وانا من الايام دي عامله تحدي لنفسي جديد، انا بلعب رياضه كل يوم على الاقل من ساعه ونص لساعتين، بس يمكن عشان بشتغل على السوشيال ميديا كتير فبقعد كتير على المكتب، فبدات اعمل ستاندنج ديسك واتحرك وانا واقفه، ولازم اعمل 10,000 خطوه كل يوم. كل يوم اعملي تحدي، او اعملي تحدي فتره، التحدي ده يقلب بعاده، شوفي تحدي تاني، ده بيديكي حماس ويديكي طاقه ان انا ان انا عايزه اعمل حاجات جديده في حياتي. وعايزه اقول لكم كمان يا جماعه ان الرياضه مش بس زودت ثقتي بنفسي مليون المية، لا ده كمان في عز ما انا كنت في فتره اكتئاب شديده
كنت في فتره اكتئاب شديده، الرياضه هي اللي طلعتني من الاكتئاب. عملت ايه؟ كنت مكتئبه جدا، كنت على طول في اوضتي، وقتها ما كنتش بشتغل، وقتها كنت مخنوقه ومتضايقه وافكار كده سوداويه في دماغي كتير، فبدات اروح اتعلم ركوب الخيل. بصراحه كنت برجع من البيت ما عنديش اي طاقه، بس انجاز لما تحسي ان انت بتتعلمي حاجه جديده انت زيرو فيها، بعد كده بتبداي تعرفي تعمليها زي بيبي ستيبس كده لغايه ما تبقي شاطره فيها، دي بتطلع كل الطاقه السلبيه وتحسسك كده بان انت عملتي انجاز. برضو في فتره الاكتئاب عملت حاجه عشان اشغل نفسي اكتر، عشان ما كنتش بشتغل وقتها، بدات اتعلم لغه جديده، بدات اروح المعهد الفرنسي وبدات اتعلم اللغه الفرنسيه. وفي الوقت ده بدات دماغي كانت مشغوله ان انا اخلص الهوم وورك بتاعي وخلصت اروح المعهد. في الوقت ده كنت اتعرف على زمايلي وكنت اعرف قصه كل حد، ليه انت بتتعلم او ليه انت بتتعلمي لغه جديده، وعملنا زي فاميلي كده صغننه. ودي كانت من الحاجات برضو اللي ساعدتني ان اطلع من الاكتئاب، اللي هي الرياضه، بتعلم حاجه جديده وبتعلم لغه جديده. لان زي ما قلنا، طول ما انت بتخلي عقلك شغال وتشغليه بحاجات صحيه هيفضل مساعدك ويطلعك من الاكتئاب ويساعد روحك ويطلعها ويفرفشها كده. تالت حاجه ندمت عليها ما عملتهاش من سن بدري، البيزنس. البيزنس يا جماعه ابداوا لو انت عندك 17 سنه، عندك 18 سنه، عندك 20، عندك 25، عندك 30، عندك 40، عندك 50، ابداي دلوقتي اعملي مشروع خاص بيكي. ما تشتغليش لحساب اي حد، اشتغلي لحسابك انت، عشان لما تصحي كل يوم من النوم الصبح يبقى عندك همه ونشاط. انا هشتغل لنفسي النهارده، بيبقى عندك عدد ساعات عمل. هتلاقي فعلا لما بتشتغلي لحساب نفسك، لو انت بتشتغلي شغل حكومي او شغل تبع حد تشتغلي 8 ساعات 10 ساعات، بس لما تيجي تشتغلي لحساب نفسك هتشتغلي 24 ساعه حتى لو انت نايمه، بس هيبقى على قلبك زي العسل لان انت بتشتغلي لحسابك. اول ما استقلت بنفسي بدات اعمل مشاريع صغيره، وكنت عملت لكم فيديو عن المشاريع الصغيره تدخلك مصدر دخل، يبقى عندك كذا مصدر دخل كل شهر، مصادر دخل كتير. اتفرجوا على الفيديو، برده هحط لكم اللينك الفيديو في صندوق الوصف تحت، اتفرجوا عليه بعد الفيديو ده. اول ما استقلت بنفسي عملت كذا حاجه، اشتغلت بشهادتي، اشتغلت بالهوايات بتاعتي. انا بحب اعمل ايه؟ انا كنت بحب اعمل شغل هاند ميد كتير جدا، كنت بحب اسافر، فكنت بشتغل بالشهاده، كنت الحاجات اللي انا بعملها هاند ميد كنت ببيعها اونلاين. ولما كنت بسافر، بس كنت اول ما بدات عشان كانت الماديات بتاعتي ما كانتش سامحه ان انا اسافر بره، اول ما بدات فكنت بسافر حوالين جوه البلاد اللي جوه بلدي، فكنت كل بلد بروحها بشوف حاجات انتيكات، بشوف حاجات كرييتيف في البلد دي، كنت باخدها معايا برجع بيها البلد بتاعتي وبيعها برده اونلاين. فلازم تبداي البيزنس بتاعك في اول وقت تقدري تمسكي في قرش بسيط. على فكره البيزنس يا جماعه مش محتاج فلوس كتير، البيزنس محتاج افكار حلوه. لو عندك فكره واحده ممكن تحوليها بيزنس، والبيزنس ده يبقى صغير وبعد كده يكبر مع الوقت، بس اهم حاجه لازم تكون عندك القوه والاراده والعزيمه ان انت تحققي نفسك. ولازم تدرسي ماركتنج كويس جدا يا جماعه. نجاح اي مشروع بيعتمد على الماركتنج، وزي ما قلنا اختيار المنتج. جربي في الاول كذا حاجه مره واثنين وثلاثه واربعه وصفصفي، شوفي اكتر حاجه هتعرفي تكملي فيها. ففي اول فرصه تقدري تعملي البيزنس الخاص بتاعك ان شاء الله تبيعي توك شعر. تعرفي تعمليها؟ تعرفي تعمليها بشكل معين، تعملي لها باكج وتبيعيها اونلاين واحده واحده، اللي هو توك الشعر دي تنتشر وتشتهر، بعد كده دي في منتج والتاني في التالت في الرابع، ويبقى عندك البروجكت الصغنن بتاعك. فخليكي بيزنس وومن صغننه من اول ما تقدري. حلو قوي ان انت يكون عندك البروجكت بتاعك، مش هيجي بالسهل، صعب. يا جماعه الاجانب يعني يمكن احنا كمجتمع شرقي بننتقدهم ان هم بيطلعوا البنت من بيت اهلها من عندها 16 17 سنه، بس بيبقى عندهم خبره كبيره جدا، بيبقى عندهم يعني انا لما كان اول ما بدات استقلت بنفسي كان عندي 28 سنه، وقتها بدات اسافر جوه بلدي، فروحت مكان سكنت كده، كنت بتفسح في بلد منطقه اسمها دهب في شرم، يعني جنب في البحر الاحمر جنب شرم الشيخ. فكنت ساكنه كده مأجره سرير في شقه بنات، الشقه دي كل شويه بيجي بنات من كاوتش سيرفينج، بيحجز بنات عندها 17 سنه، عندها 18 سنه. افتح الباسبور بتاعها يعني مفيش مكان،
كله استنبات لفت العالم كله قبل ما تخلص العشرين سنة بتوعها يعني، وهي لسه عندها 17-18 سنة، لفت العالم كله. وانتوا ايه بتعملوا ايه قاعدين؟ اصل عادات والتقاليد I don't care. عايزة تعيش في وسط بيت اهلك ما فيش مشكلة عيشي، بس خليكي حرة مستقلة بشخصيتك، اعرفي انت عايزة ايه. طول ما انت عندك خطة وهدف، والخطط والهدف دي هيلثي صحية، طول ما اهلك شايفينك انت ماشي في الطريق الصح هيزقوكي ويشجعوكي. اللي دلوقتي البنات بتطلع وبتسافر عشان تتعلم، يمكن في جيلي لما كنت صغيرة ما كانش الموضوع كان popular قوي كده ان البنات تسافر تروح جامعة، كان فيه بس ما كانش زي دلوقتي. دلوقتي البنات كلها يعني بتسافر عشان تتعلم في الجامعة الفلانية، وده بقى ايه حاجة عادية جدا. فما يعني ما تضعيش في جيل، يعني لو جيلك كان ظلمك ما تكمليش الظلم عليكي، اطلعي ابي اطلعي على وش الدنيا. العادات والتقاليد بتتغير بس انت بتكوني ضعتي في النص في فترتها من وقتها. انا كان على ايامي ما كانش حلو ان انت تقولي ان انت خريجه جامعه خاصه، لازم تقولي ان انت خريجه جامعه حكوميه. دلوقتي كل البنات بتطلع من جامعات خاصه وبتفتخر وانا خريجه الجامعه الفلانيه وعادي. فانت ما تضعيش في عادات وتقاليد بتتغير في الزمن. قومي بنفسك، قومي نفسك، ما تسمعيش لكلام حد، خلي عندك شخصيتك، خلي عندك اهدافك، خلي عندك طموحاتك ولازم تحققيها. مش كل حاجة هتحصل لك بسهولة، يعني مش كل حاجة هتعرفي تعمليها بسهولة كده يعني بلمحة بصر، لا هتاخدي مجهود وتعب، وفي ناس كتير جدا هتقف ضدك وتعرقلك طريقك، وفي ناس كتير جدا هتمنعك وتأيدك، بس انت لو عايزة حاجة هتحققيها هتحققيها. رابع حاجة ندمت عليها ان ما عملتهاش في سن صغير، او يمكن كان من اكبر الاخطاء اللي انا بدأت عملتها اول ما استقلت بنفسي، يمكن انا البيئة اللي انا اهلي شوية مغلقين جدا، ما كانش عندنا تعارف ولا روحة ولا جاية ولا الكلام ده خالص، مع اني انا شخصية سوشيال جدا بحب اتعرف على ناس واتقابل مع ناس. يمكن اول ما استقلت بنفسي اول فترة كنت مركزة على نفسي قوي، كنت عاملة روتين، كان عندي جدول كل يوم اصحى بدري العب الرياضة بتاعتي، اروح الجيم، اشتغل اونلاين، اروح الشغل بتاعي الشفت بتاعي، ارجع اشتغل تاني حاجات الهاند ميد، ارجع من اخلص ده ابتدي اشتغل اعمل اكل لنفسي، انظف البيت. فكنت مشغولة بنفسي جدا، فما كانش عندي وقت ان انا اتعرف واتقابل مع الناس، ودي كانت حاجة مش حلوة. التعارف او ان انت يكون عندك ناس حواليكي، بس الناس دي لازم تختاريها بعناية، لازم تختاري اصحابك، لازم يكون الناس دي قيمة تضيف حاجة في حياتك، لازم دايرة صحبياتك واصدقائك تكون حاجة بوستف عليكي بتضيف لك قيمة. لازم الناس اللي هي الشاطرة دايما خليكي جنبها، زي ما انت كده بتروحي تفتحي اليوتيوب وتشوفي مين الناس، قصص الناس الناجحة، شوفي اقرب حد حواليكي ناجح ان شاء الله صاحب العمل اللي انت شغالة فيه في الاول قبل ما تفتحي البيزنس بتاعك، اتعرفي اتكلمي معاه، اعرفي قصته ازاي بدأ. من هتلاقيه معظمهم بيبدأوا من الصفر لغاية ما يكبروا ويبقوا صحاب بيزنس. انت كمان عشان تبقي صاحبة بيزنس لازم تسمعي القصص دي وتعرفي هم نجحوا ازاي، مش من مرة واثنين وتلاتة. يعني الفشل هو سلالم النجاح، فلازم تتقبلي الفشل ده كخطوة او خطوات في حياتك لغاية ما توصلي للنجاح. خامس حاجة ندمت عليها اللي ما عملتهاش المانيفستيشن والافرميشنز والحاجات دي كلها. المانيفستيشن اللي انت بتستخدمي الطاقة الحلوة اللي جواكي تجاه الكون عشان يجذب لك كل حاجة حلوة انت بتتمنيها. انا من الحاجات اللي كنت بتمناها ان اتجوز حد اجنبي وتحققت، وبرضو ما تحققتش بالصدفة يا جماعة، يعني هو انا كان نفسي فيها، عملت شوية خطوات تمام عشان اوصل للحلم ده، وعملت لكم فيديو ازاي تتعرفي او ازاي تتعرفي على اجانب وتختاري الرجل الصح اللي هو الاجنبي الصح اللي يناسبك عشان تتجوزه. هحط لكم برده لينك الفيديو في الرابط، اتفرجوا على الفيديو ده هيفيدكم جدا لو انتوا عندكم اي نيه او هدف ان انتوا تتجوزوا حد اجنبي. دايما خلي الطاقة الإيجابية حواليكي، دايما خلي الناس الإيجابيين اللي بيضحكوا الفرفوشين اللي بيكسبوا فلوس كتير الناجحين اللي دايما الحظ ملازمهم، خليكي أيوة الناس دي الزقي فيهم، خليكي معاهم. وانت كمان افتحي طاقتك، افتحي كده كل يوم اصحي الصبح افتحي الشباك
بصي كده على السماء، بصي على الشمس، اتمشي. التمشية يا جماعة مفيدة جدا 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 للروح والنفس. هتلاقي احلى الافكار واعظم الافكار بتجيلك وانت بتتمشي. فدايما خلي طاقتك ايجابيه، خلي كده عندك حواليك كده، تخيلي في هاله حواليك كده، الهاله دي عماله تجيب لك كل حاجه حلوه. الافرميشن دي انا لما مثلا بصحى في مود مش مظبوط، ايام البريد ما بتبقي مش قوي، حاسه ان انت طاقتك مش حلوه، حطي السماعات الهيدفون في ودانك وافتحي على اليوتيوب واعملي مثلا 10 دقائق افرميشن، مورنينج افرميشن، توجيه توكيدات صباحية. التوكيدات دي بتحببك في نفسك بي. يعني لو انت طاقتك ها مش عندي ثقة في نفسي، خايفة، عندي امتحان، الحاجات دي بتديكي ثقة في نفسك، بترجع ثقتك في نفسك. ولازم يا جماعة ثقتك هي يعني قرين انوثتك، لازم عندك ثقة وعندك انوثة، ما تنسيش الانوثة بتاعتك. يعني احنا في وقت دلوقتي ما الترانس جندر كلهم بيتحولوا البنات، ولما بيتحولوا البنات بيبقوا انثى. فلما بشوف الناس دي بشوف ملايين الدولارات اللي صرفوها عشان يتحولوا من راجل لست، وكمية العذاب والألم والعمليات اللي عملوها والفلوس وكل حاجة عشان يبقوا ست، وانتي سبحان الله اتولدتي بنت، اتولدتي ست، اتولدتي ليدي، اتولدتي بنوتة. فاستغلي ده، استمتعي بأنوثتك، استمتعي ان انتي بنت. سرحي شعرك وحبي شعرك كل يوم كده وانتي بتسرحي، انا بحبك يا شعري، انا بحبك يا بشرتي، واعتني ببشرتك. خلي عندك روتين صباحي لبشرتك وروتين مسائي لبشرتك، ان شاء الله 3 دقايق كل يوم بس قبل ما تنامي كده تدغدغي كده بشرتك وتدلعيها وتحبيها وتديها شوية مساج. ادي لشعرك شوية حب، ادي لجسمك شوية حب، حبي نفسك. ان انتي تحبي نفسك دي مش حاجة وحشة. للأسف هتلاقي في بعض الناس يقول ان حب النفس ده انانية، ويمكن كمان من البيئة اللي انا جاي فيها، بيئة اهلي، كان هما بيحسوا ان انا بحب نفسي، فكان يقولي دايما ان انتي انانية انانية انانية، وده حاجة يعني كانوا بيكرهوني في نفسي. يعني تخيلي انتي اتولدتي بتحبي نفسك وحد من اللي حواليك بيكرهك في نفسك. لا، حبي نفسك، ودي مش انانية، لان لما بتعرفي تحبي نفسك هتعرفي تدي الحب للي حواليك. وفي كتاب حلو قوي لأوشو عن الحب والكلام ده، هبقى احط لكم صورته على الشاشه، اقروه عشان لو انتوا فعلا عندكم مشكله في حب الذات وحب النفس، انصحكم تقروا الكتاب ده، لانه فعلا هيعزز حبكم وثقتكم بنفسكم. سادس حاجة ندمت عليها اني ما عملتهاش في اول العشرينات او حتى قبل كده، من قبل العشرينات، وان انا اقدر اسافر واتفسح والف اشوف البلاد اللي حواليا، واتعرف على كلتشر جديدة، واتعرف على لغة جديدة، واتعرف على عادات وتقاليد جديدة. يمكن زي ما قلت لكم ان انا البيئة اللي انا اتولدت فيها ما كانتش سامحالي ده، بس يمكن اول ما استقليت بنفسي بدأت اعمل ده، بدأت اسافر. يمكن مش في الاول عشان برضو كان الماديات شوية مش مساعداني، فبدأت اسافر جوه بلدي، كنت بروح البلاد اللي حوالين بلدي اللي بيبقى فيها اجانب، اللي بيبقى فيها عادات جديدة، ثقافة جديدة، اكل جديد، لبس جديد، طبيعة جديدة، صحراء، بحر، جبال، انهار. فكنت بدأت اسافر واتعرف على الحاجات اللي كانت غايبة عني دي. فانت لو مادياتك في الاول مش سامحة ان انت تسافري، انصحك ان انت تبدأي بالسفر جوه بلدك. ابدأي كده شوفي اكتر الاماكن، او اكتر الاماكن الصغيرة اللي جوه بلدك اللي فيها اجانب، فيها زوار، اتعرفي، روحي الكافيهات اللي بيقعد فيها الاجانب، روحي هتلاقي في بلدك في قنصليات، وفي القنصليات بتاعت الدول التانية، ودايما جوه القنصليات والحاجات والسفارات دي بيبقى فيها كافيهات للتعارف. روحي اقعدي اشربي الكوفي بتاعتك هناك، تعرفي على ناس جديدة، تعرفي على الكالتشر الجديد، تعرفي تعلمي لغة جديدة. دي من الحاجات برضو اللي لازم تبدأي تعمليها. ومع السفر هتكتسبي خبرة ومعرفة كتيرة جدا. انا لما بدأت اسافر اتعرفت على ناس كتير، الناس دي بحب اقعد اسمع قصص نجاحاتهم، ازاي بدأوا البروجكت بتاعتهم. السفر طبعا احنا عارفين ان هو ليه فوائد كتيرة جدا، غير ان انت بتعرفي ناس والكلام ده، بس انا بالنسبة لي السفر خلاني قوة شخصيتي،
خلاني اتقبل التقلبات بتاعت الحياه، ان هو عادي بيسفول جدا اي حاجه تيجي في الحياه قشطه تمام، بس زي ما قلنا دايما فاتحين الطاقه الايجابيه، المنافس كده الشبابيك بتاعت جسمنا للطاقه الايجابيه، احنا بس بنسحب طاقه ايجابيه تجاهنا. وفي السفر هتكتشفي تتعرفي على ناس هيساعدوكي، هيدوكي افكار من غير ما تحسي. انا لما كنت بسافر كنت بكتسب افكار كتيره جدا في البيزنس، يعني هو ده اللي قواني وخلاني شاطره في البيزنس. من الحاجات الجميله جدا اللي انا يعني بصراحه ذهلت لما شفتها الشيف عبير الصغير عندها 24 سنه محققه 14 مليون فولور على التيك توك، وفي خلال سنه يعني هي اشتهرت وعملت ده كله وهي لسه عندها 24 سنه. انت لما بتشوفي حاجه زي كده بتحسي بايه؟ سواء انت في العشرينات او في نص العشرينات او في اخر العشرينات او في الثلاثينات او في الاربعينات، تمام؟ حتى لو انت في فتره الثلاثينات زيي، انا بصراحه لما بشوف حاجه زي كده بزعل على نفسي القديمه، يعني بقول هو انا ليه، يعني الظروف كانت فعلا ظلماني ان طلعت في مجتمع مش مناسبني، بس حررت نفسي بنفسي، طلعت بنفسي، حققت احلامي واهدافي وكل حاجه نفسي احققها الايام دي بحققها وماشي على خطتي، وكل فتره بعمل تشيك على اهداف صغيره توصل لي الهدف الكبير. صراحه يعني عبير الصغير بهرتني بكميه يعني هي قنبله موهوبه كده، سواء في الطبخ او في التصوير او في المونتاج او حتى في لبسها وشياكتها، يعني عملت حيره. حتى لما بتطلع على التلفزيون شخصيه جميله جدا. دايما خلي عندك منتور في حياتك، تابعي الناس الناجحه، بعيد عن الهلس والهشك بشك والكلام ده، حلو من فتره لفتره روحي الكلام ده، بس تابعي الناس دي، شوفي انت مجالك ايه، واكتر حد ناجح في المجال ده روحي تابعيه، اعملي له فولو، شوفي اكتر حد في ناجح في المجال اللي انت بتحبيه حواليكي خليكي جنبه، اقري هو بيعمل ايه، اتثقفي زي ما هو بيتثقف. هتلاقي دايما الناس الناجحه يعني عندها روتين. يعني انا مثلا كطبيبه بيطريه عندي منتور في حياتي دكتور بيطري، دايما بتطلع له ببقى عايزه ابقى شبهه. والله يا جماعه لما بروح عنده يعني انا بعت له كده رساله على الفيسبوك، وصراحه كان متواضع جدا، رد عليا وقال لي تعالي، وقعدت معايا. عايزه اقول لكم عيني كانت في كل حته في مكتبه، بيقرا كتب ايه، المكتب بتاعه شكله ايه، الكوفي بتاعته اللي بيشربها ايه، كل حاجه حتى الكتب اللي محطوطه على الرف كنت عيني كده بصوا، كنت يعني بترجم كل حاجه بيعملها. فلازم يكون عندكم منتور في حياتكم تتطلعوا له وتعملوا له فولو، وتعملوا فولو للجروبات اللي بتعمل الحاجه اللي انت مهتميه بيها عشان تكبري وتنجحي وتكتسبي اكبر كم من المعلومات في الحاجه اللي انت عايزه توصل لها وتكبري فيها. من الحاجات برضو سبع حاجه من الحاجات اللي انا ندمت ان انا ما عملتهاش، يمكن عملتها في فتره الاكتئاب وقت ما كان عندي 27 سنه ان اتعلمت لغه جديده. فانا يعني اتمنى في سن صغير، في السن الصغير بيبقى عندك وقت، يعني الاجازه الكبيره والاجازه الصغيره والاجازه العيال وانت فاضيه، لو انت ام وعندك اولاد بتودي اولادك الحضانه او بتودي اولادك المدرسه، عندك وقت، الوقت ده اتشقلبي كده اتعلمي حاجه جديده، لغه جديده، اتعلمي مهاره جديده، اتعلمي حاجه على الانترنت جديده، اتفرجي على فيديوهات تقومك تثقفك تساعدك في المجال بتاعك وتنجحك. استغلي وقتك، خلي وقتك ذات قيمه، كل دقيقه بتمر لازم تستفيدي منها، زي ما انت كده قاعده بتتابعيني لازم كل دقيقه انت بتستفيدي مني معلومه. اكتبي كل الكلام اللي انا بقولك عليه ده وسجليه بالقلم والورقه وفنطيه كده، وحطي لنفسك خطه، سواء انت في تحت العشرين، سواء انت في فتره العشرينات، سواء انت في الثلاثينات او الاربعينات او الخمسينات، اي حد بيتفرج عليا لازم يكون عندك خطه، والخطه دي توصلك للنجاح، لان السعاده هي النجاح. حتى لو انت بتدرسي وبتتثقفي في مجالك لازم يكون عندك ثقافه وتتعلمي مهارات اخرى تساند او تساعد في المجال بتاعك، تقوم البيزنس بتاعك. اعرفي ان اي حاجه بتتعلميها هتفيدك يوما ما ان شاء الله، يعني انت شغلك بيزنس، تعلمي لغه جديده هتفيدك في يوم ما. لازم تستغلي وقتك صح، لازم تشغلي وقتك صح.
ده كان فيديو النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا كتير. ياريت لو الفيديو عجبكم تشيروه لأصحابكم البنات عشان كلنا نكبر مع بعض. متنسوش تعملوا فولو للانستجرام بتاعي، هتلاقوا بشير فيه اليوميات بتاعتي كلها، اليوميات الصحية والعادات الصحية بتاعتي اللي انا بعملها كل يوم. اتمنى ان انتوا تعملوا لي فولو على الانستجرام، ولو حابين تحجزوا معايا كول 1-1 نتكلم وندردش ونحط خطه ليكي هتلاقي اللينك موجود على الانستجرام. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.